الشوط الرئيسي في هذا الشوط الحساس. وهكذا مشاهدين الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا الشوط وينطلق هذا السباق المحلي الثاني، وهذه السباقات هنا على أرضية ميدان التحدي تنطلق بالتوجيهات السامية والكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، وأيضا بالجهود الكبيرة والجبارة من أخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. نتجه مشاهدين الأعزاء مباشرة إلى سيدة الموقف ومن تفتتح إذاعة الشوط الأول الرئيسي، رمز على المركز الأول، تعود ملكيتها المبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. تفتتح النداء وتفتتح الإذاعة وانطلقت على مقدمة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، عهد لراشد بن طالب بن راشد النابت المري على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما النقلة التالية إلى المركز الثالث ومن تتقدم بدورها إلى المركز الثالث اللي تتقدم الوارية لحمد بن صالح بن حمد القمرة المري على المركز الثالث، دور المركز الرابع. وصلت وعد لمبارك بن محمد بن صالح على كبيدة، ودخول وتسلل على وعد من تطرب الجمهور، تطرب مالكها طرب لخالد بن جابر بن مشلش بن عوجان الخيارين على المركز الرابع. انتقلت نقلة ممتازة، بينما المركز الخامس وصلت الداودي لماجد بن محمد بن حمد آل بريص على المركز الخامس. هذا هو ندائنا، وهناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، رمز تنطلق في هذا الشوط، الرمز في هذا الشوط القوي، مطمح الجمهور، مطمح المشاركين، مطمح الملاك، اختطاف هذا الشوط الحساس ونقطة هذا الشوط القوية. يا سلام، هذه رمز تقود كتيبة المنطلقات لمبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي، ضيفة عزيزة عانية للمشاركة هنا على أرضية ميدان التحدي. تنطلق انطلاق قوي ودفع قوي. أرى الفارق على الكادر التحتاني، نشوف الفارق على الكادر التحتاني ما بينها وما بين المشاركات، ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني اللي أخذت تتقدم وتلاحق عهد راشد بن صالح بن راشد النابت المري، بينما المركز الثالث ومن تتقدم فيه على ثالث المراكز هذه الوارية حمد بن صالح بن حمد القمرة النابت على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يا أبوي شوف طرب أطربيني يا طرب، خالد بن جابر بن مشلش بن عوجان الخيارين على المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم فيه وعد المبارك بن محمد بن صالح آل كبيدة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت يودة، أول نداء ليودة سالم بن راشد بن سعيد العويسي على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. نعود والعود أحمد، يا سلام شوفوا مقدمة الشوط. إذن رمز على المركز الأول وتنفرد وغادرت لوحة 1500 متر، بينما نحن مع المراكز الأخرى لم نصلها حتى هذه اللحظات. انطلقت رمز، يبدو بأن الشوط شوط رمز، قفلت الشوط وحسمت الأمور منذ الانطلاق. يا سلام الشوط شوط رمز على ما يبدو مشاهدين الأعزاء. المركز الثاني طرب، تتقدم طرب لخالد بن جابر بن مشلش بن عوجان الخيارين. المركز الثالث وصلت فيه وتقدمت إليه الوارية حمد بن صالح بن حمد القمرة، وعلى المركز الرابع الداودية ماجد بن محمد بن حمد آل بريس. المركز الخامس يودة لسالم بن راشد بن سعيد بن خربوش العويسي. الكيلو متر الأخير تفتتح الكيلو متر الأخير دون أي منافس على الإطلاق نهائيا. خلاص قفلت الشوط رمز. الله
ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقة الصاروخية الصباحية. وصباحك ورد، صباحك ورد يا مالك رمز، مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. وبالفعل وبالفعل انتظروا رمز في أشواط الرموز، في أشواط الكبار، في أشواط العمالقة. هذه رمز انطلقت، انطلقت روس اسرحت قدام والكاميرا تبرالها ما شاء الله تبارك الله. إذا سلام 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 لمالك رمز، مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. هذه السبوق ولا فلا اللي تريح المالك والمضمر وأعصابه هادية. قامت راس والسبوق تريح أعصابك، تشتهر وشيع طاريها. هذه هذه السبوق ما شاء الله تبارك الله على رمز يا بوي على هذا الانطلاق الصاروخي. رمز 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 تسابق حالها بحالها في هذا الشوط. يا سلام يا سلام أبوي. الله 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 الله. يا هو اسم، يا هو عرض، يا هو شكل على رمز ما شاء الله تبارك الله. وسلام يا رمز، سلام سلام يا رمز، سلام سلام لمن يضم الرمز، لمن يتابعها في هذا الشوط. ولله درك يا مضم الرمز، لله درك يا مالكها على هذا العرض الممتاز. وراح التوقيت الزمني أيضا تهانينا. والناموس المبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي على هذا التوقيت. وأذكر السادة المتابعين بأن هذا التيم أتى دون أي تعليمات أن تذكر. المركز الثاني طرب لخالد بن جابر بن مشلش بن عجان الخيارين. المركز الثالث سدره لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. المركز الرابع مكسب لسعود بن صالح بن حمد القمرة. المركز الخامس وصلت فيه الوارية لحمد بن صالح، لحمد بن صالح بن حمد القمرة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. ورمز قدمت عرض كبير وأداء مشرف في هذا الشوط الأول الرئيسي ما شاء الله تبارك الله على عرض رمز. وهنأ مالك رمز حقيقة في صباح هذا اليوم. مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي، وهنيك يا مبارك، وهنيك على هذا العرض وعلى هذا المستوى الممتاز الذي قدمته عرض في صباح هذا اليوم، التي قدمته رمز دون أي أوامر ودون أي تعليمات تذكر. قدمت هذا العرض المشرف وهذا العرض الكبير. ونشاهد التوقيت الزمني، توقيت جدا ممتاز دون أي تعليمات. 6 دقائق 6 ثواني 26 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا لمالك رمز، مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. وأهنيه حقيقة على هذا التوقيت المميز، وأهنيه على هذا العرض الجميل وعلى هذا العرض المشرف. و الله يحفظ رمز إن شاء الله ونشوفه في أشواط الرموز. المركز الثاني وصلت فيه سدره 6 دقائق 19 ثانية 40 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. المركز الثالث وصلت فيه طرب 6 دقائق 19 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا لخالد بن جابر بن مشلش بن عوجان الخيارين. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.